مشاهدي ام تي في، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بيروت اليوم. يسرني أن أستضيف فيها نائب رئيس مجلس النواب سابقا الأستاذ إلي فرزلي، وسوف نتطرق إلى المستجدات المحلية والإقليمية. أهلا بك دولة الرئيس بداية. أهلا فيك. أمس الحوار يبدو وكأنه إما تخطى البند الأول المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، أو أنه بالتلازم يبحث بأمر آخر وهو قانون الانتخاب. هل هناك اتفاق ضمني على تخطي البند الأول بعدما تم إعلان عجز الأفرقاء على الاتفاق على رئيس؟ أنا عندي وجهة نظر قراءة أخرى للموضوع، أنه الحوار الذي هو أمر لزومي، وخيرا فعل دولة الرئيس بر بأنه دعا إليه، لأنه لا يجوز توقف الحوار بين اللبنانيين بصرف النظر عن الأطراف والأهواء والاتجاهات. بلد قائم فلسفته كلها قائمة على الحوار، عندما يتوقف الحوار لحظة يسقط البلد عبر انقسام عمود يذهب إليه مباشرة. إنما أنا اعتقادي الشخصي إنه الأطراف تدرك جيدا أن المنطقة قادمة على استدارات استراتيجية كبرى. استدارات استراتيجية كبرى. نعم. هذه الاستدارات الاستراتيجية الكبرى في المنطقة، والتي بدأت يعني تبشر بعلاماتها وبوضوح كامل، سواء على مسألة التصريحات الأوروبية أو على مسألة اجتماعات الوزارة الخارجية أو على مستوى الجهوزية الميدانية الروسية على الأرض والسياسية. لذلك أنا أعتقد الأطراف المعنية تريد أن تستفيد من موازين القوى القائمة حاليا، خوفا من انعكاسات الاستدارات الاستراتيجية الكبرى على الساحة، فتنتج مطالب سقفة أعلى بكثير من السقف المطروح اليوم، فتريد أن تستثمر هذه المرحلة قبل وضوح نتائج هذه الاستدارات الاستراتيجية الكبرى. لذلك إلى جانب أمر آخر، أن الأطراف المعنية تدرك جيدا أن العماد عون لن يستمر في هيئة الحوار إذا أخذ الحوار طابع ماراثوني لا سقف له بموضوع، وحوار طرشان لا قيمة له، يدركون جيد. وإذا استقال من هيئة الحوار هذا يعني سقوط هيئة الحوار، وأنا أعتقد في أطراف لها مصلحة استراتيجية على مستوى دورة وعلى مستوى قوتها السياسية أن تستمر هذه. لذلك أنا أعتقد أنه ذهبوا باتجاه الحديث الجدي بمسألة رئيسية متلازمة، سواء المخرج الذي تقدم به الوزير سامح بيك فرنجي لجهة الحديث عن مواصفات الرئيس، أو لجهة البحث بقانون انتخاب نيابي جديد، وهذا حق ولزومي ومطلب لا مجال للمساومة. رح نفوت فيهم دولة الرئيس كل هذه الوحدة على حدة، بس دعني أسألك، لماذا هذه هي الحاجة إلى الحوار رغم توقع أو عدم توقع نتائج كبرى وفقط تحديد سقوف معينة؟ قلت لك لأنه لأنه إذا تطورت الأمور بالمنطقة بطريقة تنسجم مع ما أشرت إليه على مستوى الاستدارة الاستراتيجية الكبرى، سيكون لها انعكاسات في لبنان تؤدي إلى غالب ومغلوب. برأيك هيك؟ طبعا، ما في مجال للنقاش هذه. كيف تكون في سحق عسكري؟ طبعا سحق عسكري. المسألة العسكرية في المنطقة رايحة باتجاه تحويل سوريا والعراق إلى فرامة للاستئصال الإرهاب. نعم، بس كيف يعكس ذلك على لبنان؟ وعندما يتم هذا مع بقاء بشار الأسد في سوريا، وهذا ما أشرت إليه، مع انتصار مدوي لحزب الله في التوجه السياسي الذي أخذ، هذا أمر سيترك انعكاسات على الساحة اللبنانية. كيف يمكن؟ يعني هل مثلا بالسياسي يعني مثلا أنا أقول بالسياسي شو بيتغير ب 14 أدار؟ ما في شيء اسمه 14 أدار، في شيء اسمه طيار المستقبل. ماذا يتغير بتيار المستقبل؟ لا يعود قادر طيار المستقبل أن يستمر بمصادرة الحقوق الدستورية المسيحية
في عملية لا الحقوق الدستورية المسيحيين مسألة النواب قانون الانتخاب قولا واحدا هذا أمر لن يتم المساومة عليه فليعلم القاسي والداني القريب والبعيد هذا أمر لن يتم المساومة عليه قانون الانتخاب لن يسمح باستمرار وضع استيلاد النواب المسيحيين في كنف الكيانات المذهبية الأخرى بس اليوم اللي لن يسمح نعم بس اللي اسمعني شو أقول لك نعم. لن يسمح وستكون النتائج وأستطيع أن أضمن اليوم وأقول للإعلام عبر شاشتكم أن نتائج مسألة إنتاج قانون انتخاب نيابي جديد يقوم على أساس النسبية ينتج نسبة مئوية من النواب المسيحيين من أصل 64 تعكس الإرادة المسيحية أمر أصبح فيه غير خاضع للنقاش لا من قريب ولا من بعيد حتى أصبح قناعات لدى الدول الكبرى نعم. وهذا كمان خدا من خلال شاشتكم لأول مرة خدا مني من شاشتكم لأول مرة فينا نعطي تفاصيل؟ لا بأي اتجاه شرق أم غرب؟ خلص لا بس ما تسألني بس أنا أقول لك هذا موضوع خارج إطار النقاش الجنرال ميشيل عون أمس طرح موضوع ال 15 دائرة مش هو الطرحة هو المجلس الوزراء تبع الرئيس مئاتي اللي اشترح 15 اشترح 13 نعم. وكان في اتفاق ببكركي نعم كبلان بي بعد الارثوذكسي قانون الارثوذكسي مسألة هيدي قانون الانتخاب النسبي فعكس تبنى وجهة النظر المسيحية في كنف ببكركي التي وافق عليها الأحزاب الأربعة واللي أطلوا فيها بموافقة يعني حضرتك تعتبر هذا سقف أيضا مقبول؟ أنا شخصيا أعتقد نعم أنا بعتبر أنه قانون انتخاب يقوم على أساس النسبية هو قانون يلبي متطلبات أساسية سبق وطرحناها كأسباب موجبة في الاقتراح الأرثوذكسي هذه الأسباب الموجبة تلبي الطلب لأنه بتفسح مجال لإسقاط نظرية أن تعين الأكثرية في أي منطقة بصرف النظر عن لونه نواب الأقلية التي تنتمي نعم. إلى الرئيس ميشيل عون أيضا قال في الجلسة البارحة أنه هيدا بيجيب 54 نائب مسيحي 54 أنا برأيي بيجيب شوي زيادة دراستي هلا قد أكون مخطئ سوى على 54 هو حضرتك كنت رحت سؤال بالماضي بكتر بيجيب أكتر شوي بس انتبه شو فيه زيادة في كمية من النواب المسلمين بيكون مشارك بإنتاجهم تماما كما سيشارك بإنتاج البقية من النواب المسيحيين فبتطلع العملية التوازن قائمة يعني عمليا يعني حضرتك مرة بأحد أحاديثك قلت من يفوض لنفسه الحق بأن يتنازل عن 10 نواب مسيحيين طبعا ما حدا بيقدر يتنازل طيب ما بيقدر يتنازل عن موظف طيب امبارح 10 لا بس يدرك العماد عون وأنا أعرف ذلك تماما أنه مسألة التوازن في إنتاج الطرف الآخر لأنه نحن إذا عم نطالب إخوتنا وشركائنا بالوطن يرفعوا إيدهم عن مصادرة حقوقنا وعدم إنتاج نوابنا بكنفهم مش معناتنا نحن قلنا حق ننتج نوابهم بكنفنا خلينا نكون واضحين لأنه في المساواة نحن بالماضي أنا نازل بمظاهرات بالبقاع وخاطب فيها قدام درج المحافظة ضد إنتاج النواب المسلمين وكانوا هكذا في حينه في كنف القيادة المسيحية في ذلك الوقت لك لو على أي انتخابات كلها بحكيك بالستينات وأوائل السبعينات على درجة محافظة البقاع خطأ ضد لأنه كان وقت النواب المسلمين ينتجوا بكنف الزعامة المسيحية وهذا أمر كانت تسبب نقمة من المسلمين على هالموضوع كانت الحجة بمحاربة الزعامة المسيحية كيف يحق لك أن تعين نواب على الحالتين هذا موضوع يجب أن نطوي صفحته بظل دستور استاذ أنطوان انتقالي يتحدث عن وجود طوائف ويهدف وفقا لنص المادة 95 إلى إلغاء الطائفية فمن هلأ لوقتها طالما في هذه المرحلة المؤقتة التي قد تدوم طويلا وقد دامت طويلا خصوصا في منذ عام 1926 حتى اليوم أن يكون هناك عدالة في توزيع الأمور فإن الحقوق الدستورية للمسيحيين التي سرقت منذ عام 1989 حتى اليوم في التنفيذ يجب أن تعاد إلى أصحابها الشرعيين وبرضا الأطراف وبرضا وبفرح إذا شئنا التوازن
والعدالة وتطبيق القوانين وتطبيق وثيقة الوفاق الوطني التي تتحدث عن فعالية التمثيل وتطبيق الطائف الذي نحن نحرص على أن نحافظ عليه بندا بندا وحرفا حرفا وفاصلة ونقطة. دعني أستعيد بعض ما كنت تقوله بمواجهة الأفكار بين مزدوجين الطائفية. كيف يمكن للمسيحيين دولة الرئيس أن يحملوا مثل هذه العناوين وأنت بتعرف أنه هذه المنطقة من العالم؟ هذا خطابك يعني 30-40 سنة. كفي كفي كفي. أنه عم تجي تحكي بقوقعة عم تجي قوقعة؟ ما في. إذا حكيت بالعدالة يعني قوقعة؟ بس أنت بدك تحكي على المعطى غلط. نعم بس بدك تحكي عن انتماء عام، بدك تحكي عن هوية وطنية، بدك تحكي عن بيقبلوا يعملوا قوانين خارج إطار القيد الطائفي أنا معه يعملوا. بترجع لها هون المطار؟ بعملها بقبل فيه. ما كانت موجودة لا ما كانت موجودة يعني القوانين الطوائفية الأحوال الشخصية يا أستاذ أنطوان أديب. حاجة نلف وندور حول الموضوع ما بيسوى. أنا بيهمني الصراحة أفهم وجهة نظرك بهالموضوع. إنه أنت برأيك ما حدا بصريح بهالموضوع بلبنان أدي وأنت بتعرف هالشي تماما. وأنا اللي فضيت بكارة وخرقت التابو تبع الحديث بهالموضوع في لبنان منذ عام 2009 وهذا كل الخطاب الدائر هلا هو من عندياتي. كانت أول حلقة معنا وكانت أول حلقة معك لإلك. هلأ بقول لك فليكن هناك قانون على أساس النسبية وعلى خارج إطار القائد الطائفي، ولكن أنا أدرك وأنت تدرك منذ عام 1926 حتى اليوم لم نستطع أن نحقق هذا الهدف. بس على المدى البعيد دوت الرئيس السؤال في كثير ناس بيسألوا حتى مسيحيين من هلأ حتى المدى البعيد أنه لا يجوز أن تستمر عدم العدالة في الممارسة مع المسيحيين تحت عنوان أنه يجب أن نصل إلى مرحلة الله طائفية. أنا معك عملها للطائفية بس من هلأ لوحدة بتكون دوبتني، بتكون نهيتني، بتكون استأصلتني، بتكون تعودت على استذلالي واستجراري واستلالي بكنفك. يعني عندما هلأ وصروا 15 سنة وما كانوا يعرفوا يطلعوا منها. نعم دوت رئيس إيه بعد 30-45 سنة يعني هذا شو بدي عبيب بدي راهن دوت رئيس. هذا كان الكلام يقوله البطرك صفير عندما كان يتكلم على الغاء من النفوس قبل النصوص، وكان يرد عليه بأنه النصوص تساعد على تجاوز النفوس. كلام أهم من كلام البطرك صفير مع احترامي ومحبتي لإله أنت اللي بتعرفها. في كلام لشبل دموس فتى من فتيان الأرثوذكس الزحليين وهو نائب زحلي الذي خط الدستور اللبناني عام 26 أو أحد الذين خطوه وفي منزله في زحل، يقول إني أحتقر الطائفية والطائفيين ولكن إياكم أن تتجاوزوها لئلا تقعوا فيها فتتمزق الوحدة، لأنه يدرك أن هذا الشرق منذ كلدو أشور ومنذ الفراعنة حتى اليوم لم ينتصر الطيار العلماني ولا في معركة مع رجال الدين. مرت مراحل قوي فيها الطيارات الإصلاحية مثل بداية القرن الماضي محمد عبد الأفغاني عبد الرحمن الكواكبي، طلقت طيارات الإمام الأوزاعي، طلقت طيارات جيدة وطيارات إصلاحية ونحن كنا متأثرين فيها جدا، وحتى طيارات العروبي والقومية العربية من الأحزاب البعثية القومية وشو بدك أهم من حزب الحزب السوري القومي الاجتماعي اللي مرت كل أفات الحرب ضل يتمنطق بسلاح العلمانية واللاطائفية، شو بدك أحسن من هيك؟ ولكن في خلاصة المعارك كان ينتظر الطيار الديني على الطيار العلماني. بالغرب عكس ذلك، هذا ما ناقشوا بيرتراند راسل بينه وبين نفسه، ولكن في نهاية الأمر لم يستطع أن يعرف الأسباب. شو قال؟ قال الشرق شرق والغرب غرب. بالرغم من ده كله نحن نطمح لأنه دستورنا سنة 26 أفضل بكثير من دستورنا بالأمس. دستور 26 دستور مدني بامتياز عندنا في لبنان، وكان لبنان دولة قائدة ورائدة ومميزة في هذا الشرق على مستوى إنتاج الدساتير الغير طائفية. فإجي الممارسة لسوء الحظ، من يتحمل مسؤولية مش بصدد هلا هيدي الجلسة،
ولكن احنا هذا وقعنا. لذلك نذهب باتجاه العدالة، نذهب باتجاه تطبيق الدستور. اجى الدستور حكي بالمناصفه، اجت وثيقة الوافق الوطني قالت فعالية التمثيل مش تمثيل شكلي هاي المناصفة، وبعضهم اجى قال انه صار في كلام وهمس ولمس بالسر عن بعض الناس يقولوا انه هذا كلام مظبوط عطوكم مناصفة بس خيتهم كانوا هني طلعوا النواب بالسر بنسبة 20-30. هذا كذب رياء نفاق لا أساس لهم الصحة، وإني أتحدى النواب الذين كانوا بالطائف، وأساسا أذكر الوزير بطرس حرب حي يرزق، هو كان بلجنة العتالة، شرف يقول إذا كان هيك اتفاق موجود. أنا سألت الدكتور البير منصور وقال لي لا أساس لهم الصحة، سألت عدة شخصيات ومن جملتهم الرئيس الحسيني وقال لا أساس لهم الصحة، بل بالعكس قال قانون انتخاب يأخذ النسبية في الطوائف، يأخذ النسبية بالمناطق، النسبية بالطوائف، وإذا ورد في نص الدستور أخذ بعين الاعتبار المناصفي. لا يطوني لأي لازم يعرفوها الناس، لأنه الانتشار المسيحي في لبنان اللي هو عامل وحدة البلد، لأنه بتلاقي قرى سنية مسيحية شيعية مسيحية درزية مسيحية، بس ما بتلاقي قرى سنية شيعية أو شيعية درزية أو درزية سنية إلا نادرا شي وحدة أو اثنين. هي عملية إيش تلحق هوادس لسوء الحظ والخمسة وسبعين والمؤامرة الذي تعرض البلد، أدى إلى ضمور هائل في الواقع المسيحي في المناطق وفي الأكثرية الأخرى. التوازن اللي كان قائم اللي كان قانون الستين أبي أقدم المناصفة بشكل سليم ضرب ضربا مبينا. فلذلك نعمل اتفاق الطائف وتنفيذ الدستور بعد 90-89 راح باتجاه سلبي وبخلفية تقول التالي، وهذا أؤكد لك ولا يستطيع ولا يتجرأ أحد أن يقول لا، أكرر لا يتجرأ أحد أن يقول لا، راحت على أساس أنه في تفليسي اسمه التفليسي المسيحي، فلنوزع ذممها النيابية والإدارية والوزارية والخيرات الدولة باعتبار أنه قال كانوا المسيحيين إثنين الأخطر واليابس. أنا ما شفت شوين كانوا إثنين الأخطر، لا بجنود جبايل شفتها ولا بجنود كسروين شفتها فيها الشارع. هالأوتوستراد للعمل بكسروين قامت طنوا القصة واعتبر أنه قضية القضايا، ولا شفتها ببقية المناطق إطلاقا. كل شيء في الأمر عال يا سيدي، إنماء متوازن، أين الإنماء المتوازن؟ راحت القصة بين دي وده، فاستبيح المكون هذا استباحة كاملة بقوانين متلاحقة انتخابية صدرت في ظل الوصاية السورية حتى كانت 2005. تأمل البعض من السياديين أن هناك عهدا جديدا سيأتي، فإذ بال 2005 تأتي لتؤكد الحقيقة العميقة بأنه في تفليس اسمه التفليس المسيحي بدنا نستمر فيها. باري عبر عنا الرئيس فؤاد السنيورة بالقول رئيس ضعيف، لشو القوي هذا لشو، وعبر عنا عن طريق صديقنا وحبيبنا الياس المر في الاعتراف الذي أدلى به في الويكليكس أنه لقينا أضعف واحد بالجيش بالدوائن هذا اللي كان رئيس الرئيس ميشيل سيمين جبنات، وعبر عنا لا هو قال السوريين معلش أنا بعرف مين هو السوريين، بعرف دور قريب له مين كان كيف كان بنائم وليش أولين الانتخابات، بس احكي أنا بهالمواضيع ما بيقول حدا يتجرأ يقول إيه ولا أبدا، وبتمنى عليهم صرت دقينهم مرارا وتكرارا يطلعوا على شاشات التلفزيون يجوا هالشاشات يشرفوا كبير القوم كباره، ما بدي صغاره كباره، يجوا يقعدوا على الطاولة لبرهنهم كيف تم التعاطي مع المكون المسيحي تعاطيا استرساليا استزلاميا اعتبار تفليس يجب توزيع دمامها على مختلف المكون. دكتور رئيس في بند تاني انطرح غير قانون الانتخاب، بند مواصفات الرئيس، وعم ياخد يعني أو بلش ينحكى فيه كمخرج استيستوني كمخرج لمقاربة الموضوع وطرح تلازم آخر. إذا طريقة دولة الرئيس بري هي طريقة أنه ما بيعطل الجلسة الحوارية نتيجة تعطيل نص، بيطلع
الحوارات مع بعض، خصوصا انه عين 6 و7 و8 و9 بعتقد ما بعرف مكسف قبل الظهر وبعد الظهر يعني مكثفه، عسى ولعل ان يتوصلوا نتيجه وهذا ما نامله. ليه برايك عامل هيك يعني وقت بحط 7 3 ايام انه بده يعمل شغل؟ هل يشعر بانه في امكانيه يحقق شيء؟ هو يشعر بذلك، يامل ذلك، ومثل ما قلت لك يعلم تماما كما تعلم بعض القوى ان الاستدارات الاستراتيجيه الكبرى قادمه الى المنطقه out of question. طيب. بذلك تتوقع ان يتم الاتفاق عليها في ندوة الحوار هذه؟ لا بعرف يعني في شاطر حضرتك وقت تقول انه في استدارة كبرى شعروا فيها، اذا كان الامر صحيحا فليجب ان تعطي نتائج. طيب. ان شاء الله على مستوى انه الانتخاب رح يتفقوا على 15 دائرة؟ ما بعرف. رئيس سنيورا كان امبارح اني بيحكوا هلا المبدأ الحكي بمبدأ النسبية، تم الإقرار بالمبدأ تقريبا بنسبة معينة، بس بقي نقطتين، نسبة النسبية والدوائر. فهي بمبدأ. وبالنسبة للمواصفات، مواصفات الرئيس نعم. أنا لا أعتقد أنه بعد توصلوا إلى اتفاق، ما بعرف لا أنه بيطلعوا بهال ما بعرف، ما لا أستطيع، ما بدك مني أعطي جواب احترم نفسي فيه، أنا لا أستطيع أن أقرأ ذلك، ما بقدر اعطي راي. ممكن تتوقع انه يطلع من هالجلسه الحواريه اقرار من تيار المستقبل بانتخاب العماد عون رئيس جمهوريه وسعد الحريري رئيس الوزراء؟ ما خص يعني هذا بند واحد، ما خص، ما لن يكون هذا اذا لم يكن ذلك. حط براسك. ايام زمان راحت ولت، لن يكون هذا اذا لم يكن ذلك. شو ايام زمان؟ إذا انتصر العماد بشيل عون لن يكون هذا كمان بتكون تجبروا الآخرين بده يجي بالوزارة؟ لا إذا بإرادته هذا موضوع، لا أنا ما بحكي هيك، بالعكس أنا بعطي التقدير، أقول إنه فليكن ممثلين الأقوياء لكل المكونات ممثلة في المواقع السلطة. لا شيء تاني بدي رجع لهم أنا. طيب يعني هل تتوقع سيناريو يعني حضرتك عم بتقول العماد بشيل عون، الرئيس سعد الحريري، الرئيس نبيه بري، ممثلو الأقوياء في السلطة؟ طبعا. طيب فيما لو لم ينجح هذا السيناريو، هل السيناريو الآخر ممثل القوي وممثل القوي وممثل القوي؟ بعده مش مبين شيء بهالموضوع بالنسبة لرئيس الجمهورية أبدا، مش مبين إلا بلان آ ولا مساومة عليها. الرئيس يجب أن يكون ممثلا للحيثية الذي ينتمي إليها فينطلق عندها إلى رحاب الوطن. هل لا مساومة على هذا المبدأ؟ طب عندك انطباع أن الرئيس سلام متهاون في الحقوق السنية؟ الرئيس سلام متهاون في الحقوق السنية؟ أي حقوقات لشوف مثلا؟ لا سؤال عام. لا 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 طيب. أنا ما بدي أطرح لأنه طلع مؤخرا مثلا، اسمعني تحكي معي طلع مؤخرا عرفت وين بدك؟ لا طلع مؤخرا ثلاث أمور. نعم. أحدهم بيقول أثناء الصراع مع الوزير محمد المشنوق صديقنا وحبيبنا، إنه لماذا لا تتحركون يا سنة للدفاع عن الوزير السني؟ وإذا من أصوات مسيحية بعد 14 آذار. الله. طلع ما قال تاني مبارح كمان من أحد مسيحية 14 آذار، بيقول إنه وإن هناك يعني أن تزرك السنة كتير لدرجة أنه تسببوا بانفجار، كأنهم يدعوهم إلى الانفجار. هذه الأمور لعب على الوتر الطائفي المذهبي، في اللعب على الصراع السني الشيعي في لبنان. خمن أنه هني بيسلموا منا يعني. لا بس مش هو السؤال، أنا كنت عم بخبر بيسلموا منا. أنا كنت عم بسألك غير سؤال. عندما يختار السني القوي ممثلا معينا في السلطة أو يتوافق عليه، مش عم يقدر يلعب الدور المطلوب منه؟ أنا ما عم بسمع أصوات ضده. طيب. وعندما يختار الشيعة رئيس بري، اتجربت مع الرئيس ميشيل السمان وكانت النتيجة مش بس مخيبة للأمان، خطيرة ومدمرة. وأنني أقترح من على منبرك أن تتألف محكمة، ولو محكمة إلى طابع معنوي شعبي من أصحاب نخف لدراسة المخالفات الاستراتيجية الكبرى التي مورست في تلك الفترة. على كل الناس تعرف أنه ما كان خيار، حالنا ما كان خيار مسيحي بالدرجة الأولى. بامتياز كان
على كل حال تتذكر اتفقوا عليه؟ بعرفه مني، بعرف مين اتفق عليه، بعرف بعرف تفاصيل اكثر بتصور. بس لخبرك شغله، لحتى ننهي هالحوار لا مساومة على هذا المبدأ، فليرضى من يرضى وليدر ظهره من يدر، وإلى ما شاء الله ولو راحت ألف عام مثل ما قال أستاذ محمد رعد، مثل ما بيقول هو شكرا له لأنه يقف هذا الموقف. وجه شكر لمحمد رعد لأنه يقف هذا الموقف. أنا بسمع من الإعلام ما بشوفهم كتير، ما بعرفهم مزبوط يعني تفاصيلهم، بس أما وقد أخذ هذا الموقف شكرا له لأنه أخذ هذا الموقف، أن لا مساومة على مبدأ الرئيس الذي يعكس الحيثية الذي ينتمي إليه. نتوقف دولة الرئيس مع فاصل إعلاني، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة. الحلقة نحكي عن الاستدارات التي أشرت إليها. أهلا وسهلا. بالتحديد وبدي أسألك أيضا عن انتخابات أسقف زحلي الأرثوذكسي، يقال أنه حضرتك صليب الروم يحفظك، صليب الروم يحفظك. متدخل في هذه النقطة ومهتم بها. محطة وجيزة ونعود. نتابع مشاهدي ام تي في هذا الحوار ضمن بيروت اليوم، وضيفنا مثل ما بتعرفوا دولة نائب رئيس مجلس النواب سابقا الأستاذ إلي فرزلي. أستاذ إلي، لنفتح نافذة إقليمية قبل أن نعود إلى زحلي يلي تهمك كثيرا مثل ما بعرف، لأنه هي أساسا ممر إلى الإقليم وممر إلى لبنان من الإقليم من بالعودة. فلذلك دولة رئيس، اليوم شفنا الموقف الروسي يلي رايح على الآخر، شفنا أردوغان بموسكو، شفنا راي يفتتح جامع نتنياهو، شفنا الإعلان لأول مرة عن وجود قوات عسكرية روسية مرشحة للتزايد، إدخال أسلحة جديدة نوعية رغم أنه الحرب صار لها 4.5 سنين بسوريا. الآن يقرر بوتين أن يضخ نوعية معينة من الأسلحة. خلينا نبلش بهذه النقطة الأخيرة، لماذا الآن وكاد أن يقع النظام في كثير من المراحل، لماذا الآن يقرر أن يمده بالسلاح النوعي؟ هل هو على وشك سقوط جديد؟ هل هو فعلا في متاعب؟ عسكر تعب؟ أولا إذا السؤال لماذا الآن، أنا أعتقد أنه في انسجام بالموقف الروسي منذ اليوم الأول لبدء الأحداث بسوريا حتى اليوم. قد يكون هناك في تصاعد بالموقف تجاه متانته، حديته، أساوته، احتضانه للواقع، تورطه. أما في انسجام ماشي بخط طبيعي، ما في الطلعات والنزلات اللي بتطلع وبتنزل فيها بعض التصاريح الأوروبية اللي بتطلع لك حسب المصلحة وحسب الظرف واللحظة. اثنين، أنا اللي بعتقد أنه التطورات اللي صارت بنمو انتهاء الاتفاق الأمريكي الدولي الإيراني، انتهت وظيفة القوى المتطرفة بين هلالين الإرهابية في استعمالها والاستفادة منها كحركة اعتراضية لأخذ الثمن من الإيرانيين. عندما انتهت هذه الوظيفة لهؤلاء وبدأت النتائج السلبية بالارتداد على داخل أوروبا وداخل الخليج وتتصاعد، والمعلومات اللي عندهم إياها أخطر من الذي صار، أنا أعتقد يدرك ذلك جيدا الروسي، وأدرك يعني مسألة عدم قدرة أوروبا إلا البدء بإحداث الاستدارة، بدءا بالتصاريح الواضحة للإنجليزي والإسبانيولي والبرتغالي والسويدي والفرنساوي مؤخرا، وسبق الأمريكاني بلندن. كل هذا جعل مسألة الجهوزية على الأرض بسوريا لإعادة إنتاج موازين قوى جديدة تجعل التفكير بأي حراك على الأرض، استعمال تركيا لها أو غير تركيا، أمر ممنوع. فكانت هذه الجهوزية التي تهدف إلى هدفين، هدف موضعي اسمه الحرب مع الإرهاب
ودعم بشار الأسد علنا وعلى رؤوس الأشهاد دون مساومة تحت عنوان فليقرر الشعب السوري مصيره وحفاظ على سيادة الدولة، واثنين بعث رسالة للمجتمع الدولي بأن روسيا لن تساوم على التوازن الاستراتيجي في البحر الأبيض. كيف تقرأ؟ تبي لهاي لن تساوم روسيا على التوازن الاستراتيجي في البحر الأبيض. شفنا كمان زيارة نتنياهو والكلام حول احتفاظ إسرائيل بفيتو، بيخولها أنه ما تقبل بأن ينتقل سلاح حزب الله إلى لبنان. هل تعتبر أن الروسي أعطاه هذا الكلام ولا هو عم يقوله؟ هذا كلام قائم، هذا أو الروسي بيكون قال له أنه أنا لست بصدد تزويد حزب الله بأسلحة كاسرة للتوازن تنقل إلى لبنان، لا بل بالعكس الروسي عنده موقف كما موقف المجتمع الدولي الحفاظ على الاستقرار في لبنان. وال 1701 ايه الاستقرار استقرار استقرار مبدا هو الاستقرار. لذلك وجه الاسرائيلي، انا رايي بروحه نتنياهو والصحافه الاسرائيليه يوم والمعلقين نفسوا زياره نتنياهو بهالنقطه بنقاط اخرى، يعني حاولوا يصوروه انه ذهب وعاد بخفي حنين. نحن ما بدنا نقول هيك، نحن ليك كيف نوصفها، وجهه نظري متواضعه. نتنياهو بيلعب على الارض السوريه منذ مؤتمر القمة الذي انعقد بين بوتين وأوباما بالمكسيك الأول، الذي أنتج جنيف واحد كأنك تتذكر، وأسقط منطق جعل سوريا كليبيا، يعني النموذج الليبي أسقط في هذه القمة، منع في 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 سوريا، وقالوا لا الدولة يجب أن يحافظ عليها والجيش السوري يجب أن يحافظ عليها. من وقتها بيلعب، واجا على اثر الاجتماع اثر القمه، اجا بوتين دغري من المكسيك على اسرائيل. الاسرائيلي بيلعب على الساحه السوريه اوقات زاده شوي اوقات نقصها شوي وفقا لقواعد اللعبه التي وضعت في هذه القمه. اليوم في معطى جديد وسيتكرس هلا في الامم المتحده، خطاب بوتين سيكون مهم، والاجتماعات التي ستعقد على هامش المؤتمر ستكون مهمه. في قواعد لعبة جديدة. طيب من المحاور؟ هذه القواعد اللعبة الجديدة بده راح بوتين ليشوف شو سقفها وكيف بده يقدر يلعبها. طيب على أي أساس؟ بس هيدي تفترض أن يكون هناك في طرف سوري من المعارضة قادر على أن يعقد اتفاقا مع الرئيس الأسد، هل هذا الطرف ممكن يكون موجود؟ بعرف إذا كان موجود. أنا حقيقة انت بتشوف انه في امكانيه دوت الرئيس، هل ترى انه بالعقل ما فيك تبني على رايي؟ لا لك، انا موضوعي، انا بتابع التصريح الامريكيه بدقه متناهيه، كل يوم بيطلعوا لي بتصريح بيقولوا لي نحن ما قدرنا دربنا الا 60 واحد من شيء اسمه معارض. من يومين ثلاثه حكيم باربع اشخاص خمس اشخاص، عرفت كيف؟ هما بس على من حكى 5000 على 3 سنين، ما بعرف شو وين اني 3 سنين اخلق الله لا تعلمون من هلا لوقت، لذلك ما بقدر اعرف، بس بعرف انه فيك تعمل سلام بلا طرف سني. لا بده يكون، لا كيف لك، اساسا ما سوريا هي دوله العمود الفقري فيها هي الطائفه السنيه الكريمه، كيف الحكي اليوم؟ لا نحكي اليوم قادر تعمل بلا طرف من المعارضه، هيدا الموضوع رح يجوا العرب والامريكان والاوروبيين يعوموا بشار الاسد هيك بس؟ لا شيل قصه بشار الاسد، طلع منا، فكر تفكير اخر، قول انا في معركه اولويه اسمها الغاء الارهاب، بس يتم الغاء الارهاب مسألة الحوار بين شرائح المجتمع السوري تصبح أكثر بمتناول اليد وبتصير ممكنة أكثر، لأنه مسألة الإرهاب بالمنطقة مسألة تجاوزت حتى قوى المعارضة. هل باستطاعة هذه المعارضة أن تعارض إرادة الخليفة عمر البغدادي أو النصرة أو داعش أو أحرار الشام أو لا تستطيع؟ خليني ندس لك سؤال بس، قادرة كمان بالمقابل إذا سحقت المعارضة توقف مع الخليفة وبشار الأسد؟ ما مش رح هوني الموضوع، هذا الموضوع اللي هو ما رح يصير هيك، لأنه شو بيصير بالمفاوضات اللي بتتم اللي بيعملها الدمستورة واللي بيعملها الروسي والأمريكاني، في فرق عم تفاوض وفرق موجودة
وفرق بدها تروح إلى مفاوضات، والسعودي أبي يسمي ناس، والتركي أبي يسمي ناس، وتصور أنه دول عم تتدخل بتسمية من هم المعارضين داخل سوريا. هل يا ترى رايحة القصة إلى إقامة أوعية جوات كل كيان عربي له مرجعيات إقليمية من إيران لتركيا لإسرائيل في كل كيان؟ هل هذا هو المطلوب؟ أو المطلوب إيجاد دستور حقيقي بتروح بتجري انتخابات على أساسه، والذي يربح يربح والذي يخسر يخسر، إن كان الرئيس بشار الأسد أو غيره؟ هذا النقاش. يعني برأيك رايحين على سوريا ديمقراطية؟ شو ديمقراطية يعني دي كلمة ديمقراطية؟ خليني أقول سوريا دستورية، قوة الدستور الذي سيتفق عليه. هلا شو نظام رئاسي، نظام دستوري، نظام برلماني ديمقراطي، ما بقدر أعرف. بس أكيد رأيي الشخصي حسب ما الترند تبع المنطقة ماشي، وحسب ما العراق الشريط في لامركزيات إدارية ويعني واسعة جدا، لدرجة هذه اللامركزيات تعكس طبيعتها المكونات المعينة، يعني شبيهة للبنان، شبيهة للعراق، ما بعرف كيف بدها تصفي. من هون تأتي دقة الموقف بين أن يكون القوى الإرهابية مسيطرة عسكريا على الأرض، وبين أن تكون سوريا للسوريين وقاعدين على طاولة أبي فاوضوا طبعا مع قرار دولي بضرورة التوصل إلى دستور جديد وإرادة جديدة. عودة من الشام نمر بزحلي. مصر أهلا وسهلا فيه. زحلي مدينة مضيفة للآخر، ما في شك بتكرمك وبتحبك تشرف ونحن بنحبها. دكتور الرئيس، لماذا تتدخل بانتخابات أسقفية؟ وذكرت صحيفة النهار اليوم أنك تؤيد وتعمل مع النائب الصديق الأستاذ جوزيف مألوف، وعملتوا اجتماع تطالبون فيه بانتخاب الأسقف نيفون سي ألي، ورغم أنه بتحط الجريدة أنه عمره 79 سنة. دكتور الرئيس، الطوائف الكاثوليكية عموما وليس فقط المارونية، الأسقف بال 75 يستقيل. خليني جاوب. أولا أنا لا أتدخل، أنا هي أبرشيتي، هي أبرشيتي. بس مش شأن كنسي هيدا؟ لا مش شأن كنسي. نحن عنا أولا حدث شيء خطير سأكتب عنه كثيرا، سأكتب عنه في مدة قليلة بس بعد ما تنتهي همروجة المطرانية بزحلي، ويمكن يسبب نقاش بيني وبين بعض السادة الأجلاء حول دور العوام في الكنيسة الأرثوذكسية. هذا العوام الذي استبيح أدير له الظهر من قبل بعض السادة، بل معظم السادة الأجلاء، وبالتالي تم إلغاء دور العوام كما يقول سيادة المطران جورج قدر وصفه لجماعة المؤمنين، لأنه الكنيسة هي جماعة المؤمنين. تم إدارة الظهر وتمت استباحة الكنيسة استباحة كاملة ديكتاتورية بكل معنى القوة. هذا لا علاقة بقيم الطوائف الأرثوذكسية الانطاقية التاريخية. بس ليش عم تقول في استئثار؟ ما هو بالنهاية في مجموعة ناخبين عندهم خياراتهم. لا لا، في استئثار، ما فيش ناخبين، هودي الناخبين دوات المجمع الانطاقي. نحن كنيستنا كان العوام لهم دور بإنتاج المطارنة، اجوا ألغوا هذا الدور خصوصا بعد انتخاب يعني بطرق معين ومشيت. هلا نحن خليني لحتى ما نفوت بالنقاش ديك، لي رح تدقي لندوات كتيري علي لأنه جاي معركة كبيرة بهالموضوع، لن نسكت عن هذه القصة. على كل حال جينا نقول إجا صاحب الغبطة الحالي، إجا صاحب الغبطة العادي عمل شي بيقولوا له مؤتمر أبرشي لدراسة دور العوام في الكنيسة الأرثوذكسية وتفعيل هذا الدور. في أن نحن مطران محترم جدا وقديس اسمه مطران سفيريدون الصخوري، له منا المحبة والتقدير والاحترام. شاءت الظروف أن يصبح عاجزا عن القيام بالمهام الموكولة إليه، استقال، لابد من تعيين مختار، عين محله، عين مدبر بطريركي. نحن عنا بكنيستنا إذا الأبرشية والعوام اتفقوا على اعتبار أحدهم قديس فإن صوت الشعب من صوت الله، لأنه باللاهوت بيقولوا الحس الفائق الطبيعة للإيمان، هذا بيعتبر هاي، فيعين مطران.
الشعب الأرثوذكسي بزحلي، معظم العائلات، أقول معظم لأنه في وجهة نظر أخرى، في وجهة نظر أخرى، معظم العائلات الأرثوذكسية بزحلي وبحدث بطاليا بعيطة بجبجلين بالقرعون إلها دور، بدل مترني فنسي يعني اللي مش عمره 79، هو عمره 74، ولكن في حين تم تكبير العمر لأسباب تعرفها الكنيسة. لذلك هذا الموضوع، أنا ابن الأبرشية، أنا مع فكرة التأنيث، سواء أتى أو لم يأتي، سواء تنازل السادة الأجلاء عن اعتبارات تفصيلية والروح القدس شاء أن ينزل عليهم نتيجة إرادة الشعب، فليذهبوا إلى استفتاء هذا الشعب بستة تشرين الأول. وهذا أمر تبي، نحن عندما نقول نريد سيادة المطران نيفون سيئلي ونتمنى، لأنه نعتبر أنه يستطيع أن يلبي دور معين للطائفي جنبا إلى جنب مع أشقائه من أصحاب الكنائس الأخرى في لحظة ما وفي دور ما، طالما لعبوا دور قيادي وريادي في إدارة شؤون البلد، خصوصا أن عنده علاقات بموسكو. أنتو كمان همتكن، أنت ضد موسكو؟ أنا معك. دولة نائب رئيس مجلس الوزراء، في منهم على هالأساس عاملين المعركة ضده، يمكن ما يجي وفي ناس بس بس هذه الكنيسة، من نفتح ملف كنيسة القدس وكنيسة قطر، ومن نفتح ملف تشريف بطرك كيرلوس على لبنان وعلى سوريا، كيف كان بعض تصرف السيد المطاري والخلفيات التي أملت عليهم، وهذا الأمر سيكون ملف كبير للبحث. دكتور رئيس، شكرا لحضورك معنا اليوم، ونشكر المشاهدين للمتابعة، وتذكير أن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحتنا MTV Lebanon News على تويتر وفيسبوك وMTV.com.lb. إلى اللقاء.